انا عايزك تتخيل معايا ان انت راجل موظف في شركه، ولقيت مديرك بيكلمك بيقول لك ايه، بيقول لك انزل اشتغل بكره وما تشتغلش بقيه الشهر ومرتبك اعتبره وصل لك، وانت كنت تعبان يعني عندك شويه التزامات وتعبان شويه وعندك مشوار هنا ومشوار هنا. بالله عليك لو انت حتى بتموت هتعمل ايه؟ هتبقى حريص ازاي انك تنزل تشتغل بكره؟ ما هو يوم واحد هيديك مرتب شهر. طيب لو قال لك بقى ايه، لو قال لك انزل اشتغل يوم واحد وخد مرتب 1000 شهر، مرتب 1000 شهر يعني انت تشتغل يوم واحد بس تقعد عليه بقيه حياتك. بالله عليك حرصك هيبقى عامل ازاي على الموضوع ده، ان انت تنزل وتشتغل وتتعب في اليوم ده ويطلع عينك من اوله لاخره، بس اهم حاجه ايه، هترتاح بقيه حياتك. انا عارف انك جمعت، انا عايز اتكلم عليه. ايوه عايز اتكلم على ليله القدر، ليله واحده تقعد عليها بقيه حياتك خير من 1000 شهر وخير من الدنيا وما فيها. انا بضرب لك مثال دنيوي عشان اقرب لك الموضوع شويه. طيب ايه الموضوع يستاهل؟ شد حيلك قوي. بص هقول لك على حاجه، الموضوع كله 10 ايام او 9 ايام، شد حيلك فيهم ترتاح بقيه حياتك، والله ترتاح بقيه حياتك. ربنا عز وجل بيمن علينا بالمنح دي علشان احنا عمرنا قصير، فما ينفعش نضيعها. افتكر دايما مثال اشتغل يوم واقبض 1000 شهر، او حتى اشتغل 10 ايام واقبض 1000 شهر، اكتر من 1000 شهر كمان، الموضوع يستاهل. اخيرا اخيرا، من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني انت لما ضيع رمضان او ضاع منك اغلب رمضان فدي فرصه. السلام عليكم، يا رب بلغنا صبر القدر.